تطبيق نترك كرة كتلتها ام تساوي 0.5 كيلو جرام، تسقط بتأثير ثقلها فقط. أول طلب اكتب عناصر قوة ثقل الكرة. تفضل غزالي، أول عنصر بدنا نكتبه لثقل الكرة. زين نقطة التأثير. نقطة التأثير، ممتاز. وحامل إذن القوة ولا حامل، انتبهي يا عزيزتي غزالي. غزالي احنا هون طالب منا بتأثير ثقل وليس القوة، بتأثير ثقل. بدنا ننتبه، إما قال لي بتأثير القوة أو بتأثير ثقل، فمعناته أنا هون بدي أكتب عناصر حامل؟ الثقل. تمام؟ تمام، انت الحامل معناتها اكتب هيك، الحامل هو حامل مين؟ والجهة والشدة. الجهة والشدة، أحسنتي. إذا تفضلي ريم العمورة، نقطة التأثير فيك تستنتجي لنا إياها من نص المسألة، كيف بتكون نقطة عندنا التأثير؟ تأثير مركز ثقة للكرة أو أحسنتي. إذا نقطة التأثير هي راح تكون في مركز الكرة، وممتاز. إذا إسراء الضبعان، العنصر الثاني. نعم، في الحامل الشاقول المار من مركز نعم، ثقل الكرة أو العنصر الحامل هو، أحسنتي يا إسراء، الشاقول المار. إما الشاقول أي بيكون عموديا، يعني من الأعلى للأسفل أو من الأسفل للأعلى، شكل شاقولة. تمام. ليش يعني أخذناه بشكل الشاقولة، يعني من الأعلى للأسفل أو من الأسفل للأعلى، ليش ما أخذناه مثلا بشكل أفقي؟ مين بيقول الجواب؟ نعم يا يمنى. أنتين عم بقولوا تسقط وراح تجذب الجاذبية للأرض. أحسنتي يا يمنى. إذا قال لي إنه عم تسقط، فمعناته هي بدها تكون حاملها باتجاه أي شاقوليا عموديا. تمام، بيكون الحامل عموديا وليس أفقيا. ممتاز. إذا الجهة يا منار رحيم، تفضلي. نحو الأسفل أنسة، باتجاه الجاذبية الأرضية. ممتاز، رائع. إذا جهة الثقل نحو الأسفل. أنت يا منار. ريم العمورة. إيه أنسي الشدة؟ نعم، فأنا هون شدة مين بدي أحسب؟ طيب دبليو، هذا شدة يا ديرا. أنا أسأل، بعرفها. نعم أنتي. نعم محمد. رمز دبليو، لإيش بنرمز؟ دبليو يساوي ام بي جي، يساوي نص ضرب 10 ويساوي 50 نيوتن. ممتاز يا محمد. إذا سؤال إنه الدبليو، دبليو رمز مين؟ لمين بنرمز الدبليو؟ للثقل. نورة. للثقل. ممتاز، رائع. إذا دبليو هي رمز الثقل، ترمز قوة الثقل. نعم، مين كان عم يقول لي نعم أنسي؟ نعم، في حد عنده سؤال؟ إذا عبدنا إياها محمد، هي دبليو تساوي ام في جي. يا أسماء الشيخ، ام لرمز مين؟ رمزنا ام لمين؟ جاذبية الأرضية. جاء ام، عزيزتي ام. نعم رمز. نعم يا إسراء. أنت للكتلة. للكتلة، أحسنت. في جزان إن هي رمز الكتلة، هي رمز الكتلة. إذا وجي يا أسماء الشيخ. أنت جي الجاذبية الأرضية. جاذبية الأرضية، أحسنت. إذا ما
الجاذبية الأرضية ما هي تقديرها؟ يا ماذا تساوي الجاذبية الأرضية يا أسماء؟ في 10 10 متر على الثاني للتربيع، أو فينا نقول متر في الثاني ويناقص 2. تمام؟ طيب نعوض الشد، هي عبارة عن أقل. تفضل مين بدي يسأل سؤال؟ عسي أنا بكون بدي أسألك إنه من وين جبنا العشرة، بعدين انتبهت لها. يعطيك العافية. هي العشرة هي لا جاذبية الأرضية تساوي 10 متر بالثاني قوي ناقص 2، أو في نقول متر على الثاني قوي 2، قوة 2 للتربيع. تمام؟ إذا W هي قوة الثقل تساوي M بG، M بG بنعوض. مين بيكمل؟ يلا يا محمد الشيخ كمل. يا سي W تساوي M بG، بس يا سي انت كاتب هون 0.4، هي لازم مو 0.5 يعني النص. إذا أحسنت يا محمد الشيخ، لا شدت انتباهك. إذا هون عندنا نحن 0.5 وليس 0.4. ممتاز يا محمد الشيخ. أسي دبليو تساوي، دبليو هي ثقل، دبليو تساوي ام بي جي، وتساوي ام هي الكتلة، والجي هي تساوي الجاذبية الأرضي، ضرب 10 تساوي 5. تساوي 5 الجاذبية الكتلة اللي هي أنا وضعت هاي، بدي أشوفكم وضعت 0.4، بدي أشوفكم منتبهين اللي لا. فانتبه لنا لمحمد الشيخ لهي النقطة، إنه الكتلة هي بنص المسألة حطنا إياها 0.5 وليس 0.4. عوضنا بدال الكتلة هي 0.5 ضرب 10 تساوي 5 نيوتن. تمام. فالطلب الثاني، طيب مفهوم بالنسبة للطلب الأول طلاب؟ إذا الطلب الثاني بيقول مثل قوة الثقل بشعاع، يعني إحنا مثلناها، نحن عم نشرح مثلناها بشعاع، يعني بين قوسين حطينا اختر مقياس رسم مناسب. فأنا على سبيل المثال أنا فادي طلبت منكم إنه ترسموا لي المسافة من مدينة إمارة مصرين لمدينة إدلب، فبتقدروا ترسموها على الورق بهي المسافة اللي بتاخذ، اللي بتاخذ بالكيلومترات، نقدر نرسمها؟ لا ايش الطريقه لحتى نقدر، ايش الطريقه؟ فما احنا بدنا نصغر المسافه صح؟ صح انسي، فمعناته انا بدل ما ارسم المسافه اللي هي بالواحد كيلومتر، انا راح اخذها اما بالسنتيمتر او بالمليمتر. اذا رسمتها بالمليمتر راح تطلع كثير صغيره، خير الامور اوسطها راح ناخذها بالسنتيمتر. لا اذا رسمت الخريطه يعني مثلا المسافه من مدينة إدلب لمدينة إمارة مصرين. تمام؟ فأنا هاي النقطة كمان أنا بدي أرجع للمقياس الرسم عند القوة، عند الثقل، عند النيوتن. فإذا فرض لي إياها مثلاً 1 نيوتن، فأنا بدي أخذ لكل 1 نيوتن هي 1 سنتيمتر، أو كل 10 نيوتن بدي أخذ سنتيمتر، كل 100 نيوتن بأخذ أيضاً 1 سنتيمتر. فأنا بحسب حسب التقسيمات اللي بدي أقسمها عندي، ما إنه مثلاً في إذا أعطانا 10 نيوتن، ما أنا باخذ كل 1 نيوتن لكل 1 سنتيمتر، فمعناته راح يصير عندي 10 سنتيمتر. ممكن أنا أقسم ال 10 نيوتن على 2، فبتطلع أنا عندي مثلاً باخذ كل 2 نيوتن 1 سنتيمتر، بدل ما أحط 10 سنتيمتر أحط 5 سنتيمتر، بختصر المسافة أكثر. تمام؟ طيب مين السؤال يعني؟ احنا انه تفضل يا محمد. هلا في بعض مسائل بيعطينا يعني نيوتن يعني، بس يعني في بعض مرات ما بيعطينا شقد نيوتن، بس ما بيعطينا شقد، يعني احنا شو بدنا نعرف يعني هو شقد نيوتن؟ يعني في بعض مسائل بيطلع 10، في بعض مسائل 300، يعني شو بدنا نعرف؟ على المقياس الرسمي انت قصدك، ما هيك؟ ايه انسي ايه تمام. فانا لما اعطاني 10 نيوتن، اعطاني مثلا 10 نيوتن القوه الاولى، والقوه الثانيه اعطاني اياها 20 نيوتن، لما بدي احسب اذا كانت باتجاه واحد وعلى حل واحد، فبدي احسب انا بدي يطلع عندي 30 نيوتن، بتطلع كبيره. فانا باخذ كل
10 نيوتن 1 سنتيمتر، في أي الحالة 30 نيوتن فراح تصير عندي 3 سنتيمتر. تمام؟ تمام طيب. تمام. خلينا طيب، أنا في عندي هون المثال لما طلع عندي 5 نيوتن، 5 نيوتن رح نفرض اللي هي كل واحد كل 2 نيوتن، كل 1 سنتيمتر هي 2 نيوتن، تمام؟ تمام طلابنا، كل 1 سنتي متر رح اخذ 2 نيوتن. البنات تمام؟ ايه انت تمام. تمام تمام تمام. فانا اخذ فبهي الحاله بدل ما ارسم التقسيمات 5 نيوتن رح اختصر اكثر مشان الورقه تسع معي، فباخذ انه بنبدا من نقطه التاثير اللي هي المركز الكره، وباخذ 1 سنتيمتر هي عبارة عن 2 نيوتن، بكمل صار عندي 2 سنتيمتر هي عبارة عن 4 نيوتن، بكمل قديش ضل عندي لحتى يوصل لعند 5 نيوتن. شو عصي شو؟ أنا أخذت انطلقت من نقطة التأثير، نقطة التأثير مركز الكرة، تمام؟ بدي طلقت من نقطة التأثير، من نقطة التأثير لعند الشقطة اللي مبيني أمامكم، هي واحد هي عبارة عن 1 سنتيمتر على الرسم، 1 سنتيمتر على المسطرة على الرسم، أنتوا كيف بتقدروها تقديرا، فهي عبارة عن 2 نيوتن، 1 سنتيمتر هي عبارة عن 2 نيوتن، كملت التكميل صار عندي 2 سنتيمتر، صار عندي 2 سنتيمتر هي عبارة عن 4 نيوتن، بدي أكمل أنا للخمس نيوتن، باخدها 1 سنتيمتر اللي نص سنتيمتر. خمسة نص. 1 سنتيمتر. نص إلا واحد. خمسة نص. محمد ليش؟ نص. طيب. محمد قال نص. إسراء ليش ليش واحد؟ نصير لقي 4 لحتى نكملها للخمسين منها 1 سنتيمتر. أنسي لأ ناخد نص لأني تو كل 1 سنتيمتر بتساوي 2 نيوتن. سنتي زمان 1 سنتيمتر بتساوي 2 نيوتن، فمعناته اللي ضلت هي لتكتمل للخمسة 1 نيوتن هي عبارة عن نص سنتيمتر، تمام؟ فأنا قسمت الخمسة على 2 طلع عندي 2 ونص على مقياس الرسم، تمام؟ تمام أنسي. تمام أنسي تمام. طيب حدا عنده سؤال بالنسبة على مقياس الرسم؟ إيه أنسي أنا عندي ما فهمت منيح هالسوا، يا ريت تعيدي بشكل مختصر بس عليك عشان أستوعبه هالسوا ما فهمت منيح. طيب كيف يا حنان؟ المقياس الرسم أنا فرضت أنا مثلاً بدي أفرض باخذ إنه إما كل 1 نيوتن هي 1 سنتيمتر، تمام؟ تمام. فأنا عندي هوني بالجواب عندي 5 نيوتن، 5 نيوتن 5 نيوتن، فأنا فرضت إنه 1 سنتيمتر، فمعناته رح أخذ على هاي الحالة 5 سنتيمتر، تمام؟ إيه تمام تمام. فمعناته أنا بدي أرسمها على المسطرة، نحن نعرف نستخدم المسطرة كيف بنرسمها، بنبدأ من الصفر اللي هي نقطة التأثير المركز، نحط التأشيرات كل واحد، فمعناته رح يطلع عندي أنا 5 سنتيمتر ل 5 نيوتن، ما بدي إياها يكبر أكثر رسم شعاع، ما بدي إياها يكبر أكثر، فأنا ممكن أختصره أكثر، ممكن أقسم على 2، ممكن أقسم على 4، يعني 5 ممكن أقسمها على 4، بتصير عندي كل واحد كل ايه كل واحد وربع نيوتن بتصير عندي اياه 1 سنتيمتر، تمام؟ اذا قسمت على 4، اذا قسمت على 2 بصير عندي كل 2 نيوتن هي عبارة عن سنتيمتر. انسي بس سؤالي انسي. تفضل يا محمد. انسي هلق بالرسم احنا بنفحص مثلا بالامتحان بدنا نرسم، مو ما في داعي نرسم الكرة يعني، بس بنحط النقطة او يعني مركزها ومنكمل مو؟ طيب يا محمد اذا طلب منا انه كرة، فانا اجباري بدي ارسم الكرة، لان انا كيف بدي احدد مركز الكرة؟
إذا ما طلبت مني كرة ما في داعي يعني أرسم الكرة. تمام أنسي تمام. تمام؟ عشان أنا أحدد مركز الكرة. أنسي هلا قدرسم يعني يكون بدقة، يعني بدنا الكرة بدقة ولا يعني بالفرجار ولا عادي؟ لا عادي ترسم، ما ضروري إن الكرة ترسمية بالفرجار وهيك، حسب أنت وشطارتك بالرسم. تمام أنسي. تمام، بس أنا بيهمني أكثر اللي هو رسم الشعاع، يعني لما بيقول لي اختر مقياس رسم مناسب، لازم يكون عندي رسم دقيق اللي هي على المسطرة.